بتعلق على الإضراب على الطعام بالذات لما سمعوا عن إضراب علاء إنه لا والنبي بلاش ده ممكن ليه كده طب لحد إمتى طب إلى آخره. طبعا النهاردة كمان امبارح كمان ماهي نور دخلت إضراب على الطعام وماهي نور لما بتعمل الخطوة ما بتخزرش يعني في ناس بتبص لموضوع الإضراب عن الطعام ده باعتباره إن هو آخر مراحل اليأس إنه بس أنا الحقيقة بعتبره إنه طبعا ممكن يكون كده في بعض الأحيان بس ممكن كمان يكون إنه الشخص المضطر عن الطعام ده بيطلع لسانه من الدولة بيطلع لسانه من وزارة الداخلية يعني أنت مقيدني وحاططني في زنزانة وقافل عليا زنزانة الزنزانة دي تبقى انفرادي ومنع دخول المحامين وممكن تمنع عني الزيارة وممكن تمنعني ان انا اروح احضر جلستي في المحكمة وبتقرر ايه اللي يدخل لي وايه اللي ما يدخليش وبتفتش جواباتي وممكن تاخدها وممكن تمنع عني الكتب ومتصور ان انت حاططني تماما تماما تحت رحمتك لكن وقع الامر ان انا لسه في حاجة اقدر اعملها واعمل بيها صداع انت ما تقدرش تتحكم فيها اللي هي ان انا اضرب على الطعام ويعني جايز اكبر وعشان كده بيبقى الغضب وعشان كده بيبقى عدم الرغبه في تسجيل الاضراب على الطعام لان هو المفروض المامور السجن ما لهوش مشكله واحد اضرب على الطعام فبيبلغ النيابه ان هو اضرب على الطعام ليه هم ما بيعملوش كده؟ لانه دي رساله معناها انه الناس اللي جوه دول ما اتكسروش تماما لسه بيعافوا مع الداخليه لسه بيتخانقوا مع الداخليه فعشان كده ممكن نسمع ردود انه النيابه اللي هي تابعه للداخليه يعني مش بس متواطئه معاها تابعه للداخليه ممكن تكون في حد في حاله زي حاله ابراهيم اليماني مثلا كويس انه تقول لمامور السجن لما يبقى يموت ادخلوا له كويس عشان ما يسجلوش ان هو مضرب على الطعام لانه تسجيل الاضراب على الطعام معناه تسجيل مقاومه من داخل الزنزانه. القصة الأشهر طبعا لحد دلوقتي إضافة إلى إبراهيم اليماني هي قصة محمد سلطان. محمد سلطان دلوقتي في وقفة مع ميلانو قصاد نقاط الصحفيين المفروض الساعة 6. محمد سلطان النهاردة 213 أو 214 يوم في إضراب على الطعام. إحنا بننشر يوميا تطور للموضوع ده. ناس كتير بتعلق والله 214 يوم ولسه عايش ولسه ما ماتش وفي ناس بتسال بحقه حقيقي. اطول اضراب عن الطعام في التاريخ اتسجل لحد دلوقتي هو الاضراب عن الطعام اللي عمله المناضل الفلسطيني سامي العسالي. 9 شهور 274 يوم. من غير ميه وملح البروتين اسمه ميه وملح من غير ما يدخل المستشفى من غير ما يتعلق له الحلق. المشكله مع محمد سلطان ان محمد سلطان عنده مشاكل في الرئه وجات له جلطات ثانيه في الرئه ومن كده عنده بتبوظ وهو فعلا هو ممكن يموت من يوم للاخر. ليه هو مش في المستشفى؟ هو مش في المستشفى عشان في خناقه ما بين الداخليه وما بين المحكمه مين فيهم اللي بيسمع الكلام التاني؟ يعني لما الداخليه خافت ان محمد سلطان يموت بناء على اخر تحاليل كانت ليه واخر تحاليل كانت ليه كانت في منتهى الخطوره نقلوه الرعايه المركزه في القصر العيني. القاضي لما عرف ان هما نقلوه في الرعايه المركزه بتاع القصر العيني من غير ما يرجعوا له غضب. فليله الجلسه خرجوه تاني من الرعايه المركزه بتاعت القصر العيني ودوه السجن. نزل تاني يوم الجلسة فالقاضي قال أنا بس خرجته من القصر من الرعاية المركزة عشان أثبت للمجتمع إن الكلمة الأولى والأخيرة للقضاء. وفي آخر هذه الجلسة قرر إنه محمد سلطان يرجع الرعاية المركزة بتاعة القصر العيني. داخلية راسها وألف سيف اللي كلمتها هي الأعلى كويس لحد النهاردة محمد سلطان في سجن الكرة ما راحش القصر العيني. في خناقه بيدفع في خناقه ما بين الداخليه وما بين القضاء بيدفع ثمنها محمد سلطان. في
خناقه ما بين النظام وما بين والد محمد سلطان اللي هو دكتور صلاح سلطان. محمد سلطان ممكن يموت في السجن، لان مفيش اي مبرر تاني ان محمد سلطان يكون موجود في السجن غير لعبه سياسيه وعند متبادل مع كل الاطراف. كل القصص دي انتم اكيد سامعين عنها وقارين عنها وكذا وبتاع، بس عايزه اقول لكم انه بالتوازي مع ده بقى، بالتوازي مع الشخصيات السياسيه واولاد الناس السياسيين وصور اصحابنا وكذا وبتاع، في حاجه لم تتوقف دقيقة واحدة ولا زالت مستمرة ومتوحشة، اللي هي تعذيب والاعتقال العشوائي والعنف الممارس على الناس الغلابة اللي محدش يعرفهم في أقسام الشرطة. القتل خارج القانون حاجة من ورا العقل عمرنا، احنا بقالنا في 30 السنة دي بقالنا 21 سنة. اللي احنا بنرصده اللي رصدناه في السنة اللي فاتت دي احنا ما شفناهوش قبل كده على الإطلاق. على الاطلاق مش بس من ناحيه العنف ومن ناحيه الكلام اللي بيتقال، يعني فاكرين ايام حكم المجلس العسكري الاول لما كان الشباب بيتاخدوا في المتحف او في السجن الحربي ويقول لهم ارفع راسك فوق انت مصري عشان يديله بالبياده على دماغه، وفاكرين هتشيل مبارك وفاكرين مش عارف ايه، هذا الكلام بيضاعف دلوقتي مع كل الناس سياسيين وغير سياسيين. فاحنا عايشين في سلخانة، فعلا في سلخانة، والقائمين على السلخانة دي صعب ان الواحد حتى يوصفهم انهم دولة، يعني هم اقرب الى مجموعة من الفتوات المجرمين بيتخانقوا مع بعض على مناطق النفوذ، وبالتالي حتى ما فيش منطق، يعني انت ما تقدرش تعرف لما حد بيجي يسأل مثلا طب انا لو نشرت او لو اتكلمت او لو عملت فيديو هل ده افضل، هل ده ممكن يحميني ولا مش ممكن يحميني وكذا الى اخره. زمان كنا بنقول احنا ما نقدرش نتملق، بس في الارجح ان الناس لما بتنشر ان ده بيوفر لها حمايه اكتر. كويس، احيانا ده بيعمل راي عام وبيعمل تعاطف، واهم ما فيه انه بيوصل للشخص المعني ان في تعاطف معاه. احيانا تانية بيسبب تكدير، زي مثلا ما حصل في ابو زعبل، الشباب في ابو زعبل قرروا ان هم يعملوا اضراب على الطعام عشان واحد زميلهم احمد سعيد محبوس في حبس انفرادي بقاله 60 يوم. فكانت النتيجه تكدير احمد سعيد والتهديد بنقل احمد سعيد لسجن تاني حيث ما حدش يقدر يسال عنه. انا مش عارفه انا ممكن اقول لكم ايه مش عارفينه. أنا سمعت كلمة هيثم، و النهاردة في مظاهرة قصاد دار القضاء العالي. أنا سألت، أنا شفتها من بعيد، سألت قالوا دول باعة جائلين، بس دول مش بس الباعة جائلين، دول الباعة جائلين ومراتاتهم وأولادهم، لأن في كمية ستات كتيرة موجودة في هذا الاعتصام. الناس دي في وقت من الاوقات كانت بتساهم في القبض على المتظاهرين في وسط البلد، ودي حاجه، وكانوا بيساعدوا الداخليه في انهم يفوتوا مظاهرات. وقع الامر دلوقتي ان دول ناس غلابه، كويس، كانوا مطلعين عنا لانهم سابقين الشوارع ولان هم بيتعاملوا مع الامن، لكن دول مهددين دلوقتي بقطع عيشهم، كويس، في مواجهه الجهاز المتوحش بتاع محمد ابراهيم والسيسي. سؤال بالنسبة لمواطنين عموما وحقوق الإنسان، مواضيع حقوق الإنسان، هل إحنا بنتدخل لصالح الناس دول؟ أنا بالنسبة لي الإجابة محسومة بأيوة، إن مفيش حد يتعرض لقمع، مفيش حد أعتقد إنه حرس الجمهوري ورابعة واللي بعده واللي بعده واللي بعده لحد ما وصلوا لأصدقائنا، المفروض إن هو يوصل رسالة واضحة إن مفيش مساومة في الوقوف في مواجهة الداخلية لما تقمع مواطنين. احنا بندفع النهاردة ثمن غالي للسكوت ايام الحرس الجمهوري وايام رابعة. بندفع، اعتقد ان احنا بندفع ثمن غالي ان احنا ما كناش بننزل الشارع لما كان لسه في امكانية ان احنا ننزل الشارع لمجرد ان اخواننا نازلين الشارع. كويس؟
بندفع ثمن غالي لقرارات انا لحد النهارده مانيش عارفه مين اللي اخدها من 25 يناير 2011 ان الناس لما تنزل الشارع ما تشيلش رايتها. انا ما اعرفش مين اللي حدث الفكره دي وازاي اصبحت احد مبادئ الثوره. مهم جدا الناس ترفع رايتها، مهم جدا الناس ترفع شعارتها، مهم جدا الناس تتواجد. في ناس تانية دلوقتي متواجدة، احنا اذا مش عارفين نتواجد على الاقل نقدر نتواجد متضامنين معاهم. انا عايزة اختم بقصة صغيرة عايزة احكيها لكم. سنة 93 انا حاليا ناشطة حقوق الانسان. او احب اعرف ناس ان انا موجودة في حقوق الانسان. ناشطة دي كلمة اصلا معرفش يعني جت منين، يعني فيها حاجة كده مش لطيفة. المهم سنة 93 كنا كلنا أعضاء في المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. اتفتح جدال في طويل في المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وقتها، إيه هو طريقة الشغل في مجال حقوق الإنسان؟ ما هو النظام الحقوقي؟ وكان واتقسمت المنظمة، الناس النشطاء في المنظمة ما بين طيارين. طيار كان رأيه إنه حقوق الإنسان دي توجه مهني يفترض المعرفة الكاملة أو معرفة جيدة بمواثيق حقوق الإنسان والآليات الدولية إلى آخره، كويس؟ ومكانها المكاتب والتنسيق تلقي الشكاوى والتنسيق مع آليات حقوق الإنسان في الداخل وإقليميا وفي الخارج. وكان في مجموعة تانية رأيها إن حقوق الإنسان إن لم تتحول إلى حركة شعبية في الشارع، كويس؟ تبقى مهنة زيها زي أي مهنة تانية وما مش هيحصل أبدا يبقى في مجتمع بيدافع عن حقوقه إلا إذا نجحنا كمنظمات وكأفراد وقتها إن إحنا نحول ده لوعي جمعي في الشارع. مش بس الجناح المهني انتصر، الجناح المهني انتصر وطرد الجناح الثاني من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تماما. ويعني من ضمن الناس اللي انطردوا سنة 93 من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان كان الأستاذ أحمد نبيل هلالي الله يرحمه. النهاردة ولا عجب إن بعض رموز جناح المهنية هما اللي بيعلقوا النهاردة أو اللي علقوا بعد رابعة بساعتين إن القتل لا يتجاوز 500، واللي علقوا على هيومن رايتس واتش تقرير هيومن رايتس واتش إنه فقد المهنية، وبعضهم قاعد النهارده في المركز القومي لحقوق الانسان وفي لجنه تقص الحقائق بتاع 30 يونيو اللي بعد عدد كبير من ايام الاضراب من عبد الله الشامي او لا عبد الله الشامي مش عامل اضراب عبد الله الشامي عامل ريجيم. دول كانوا في الثمانينات والتسعينات نشطاء حقوق الانسان وقيادات في منظمات حقوق الانسان. اللي حصل انه من عدد من السنين في مجموعات اتشكلت جنب المحكمات العسكريه، الحريه الجدعان، مجموعات متعدده، جبهه المدافعين عن متظاهري مصر سواء في القاهره او في اسكندريه او كذا. والمجموعات دي اول ما اتشكلت توجهت الى منظمات حقوق الانسان اللي هي تثق فيها، كويس؟ وتبادلنا الخبره وتبادلنا الكلام وتبادلنا بعض التدريبات وهو الى اخره. النهارده وقتها كنا احنا يعني يبقى احنا الدعم لهذه الحركات. النهارده هذه الحركات هي الداعمه والصقيل بتاع منظمات حقوق الانسان. وبدون هذه الحركات منظمات حقوق الانسان شغلها هيقل بشده بشده، لانه في الاخر منظمات حقوق الانسان وانا في واحده منهم بنبقى قاعدين في المكاتب وفقط جايز المحامين والشباب برضه زينا طبعا خالص مش بيتحركوا، هم بس اللي بيتحركوا. في المقابل حركه زي الحريه الجدعان اللي تقريبا في كل محافظه في اثنين او ثلاثه بيجروا بيروحوا. اللي انا عايزه اقوله انه من سنه في خناقه ابتدت سنه 93 حسمتها ثوره 2011، كويس؟ بانه فعلا بالتدريج احنا على خطوات انه النضال من اجل حقوق الانسان زي ما بيطالبوا بيها الانسان مش زي ما مكتوب في المواثيق بالضروره، كويس؟ اصبح نضال في الشارع. ما اقدرش ابالغ واقول انه اصبح نضال شعبي، لانه لو كان اصبح نضال شعبي ما كانش حصلت رابعه، ما كانش حصل كل اللي حصل في السنه اللي فاتت. لكن مسؤوليه الحركات دي فعلا ان هي
تنتزع المفاهيم بتاعه حقوق الانسان من وتحررها من خانتها جوه المنظمات وتحولها الى حركات في الشارع والى وعي شعبي.